أكد السفير الأرجنتيني بالقاهرة إدواردو أنطونيو فاريلا أن العلاقات بين البلدين ثرية وجيدة جدا. وخلال لقاء خاص مع أكسترا نيوز أشار السفير الأرجنتيني إلى أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، منوها إلى لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الأرجنتيني منذ عامين على هامش قمة العشرين التي عقدت في الصين. الدولتان لهما تاريخ طويل وجيد جدا، ولا يزال في أفضل حالاته. فالعام الماضي احتفلنا بمرور 70 عاما من العلاقات الممتدة بين الدولتين. إذن الآن يصل تاريخ العلاقات إلى 71 عاما. نعم بالطبع، مما يعني أن العلاقات الدبلوماسية قد نشأت منذ نحو عام 47 في القرن الماضي، وعلاقتنا كما ذكرت ثرية جدا، كما أن لدينا تعاونا في عدد من المجالات، تحديدا مجالات التشغيل الفني ومجال الزراعة وأيضا التجارة التي تعتبر جيدة جدا، وأيضا العلاقات على المستوى الدبلوماسي، وهو ما كان لنا تعاون فيه منذ فترة طويلة وهو الآن في أفضل حالته. لكن الآن تحديدا بالنسبة للتعاون الدبلوماسي، كيف تصف شكل هذا التعاون؟ هو جيد جدا وممتاز، فقد كان لدينا اجتماعات ثنائية لكلا الرئيسين منذ عامين على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين، والعام الماضي كانت لدينا زيارة ناجحة جدا إلى مصر من قبل نائبة الرئيس السيدة جابرييلا ميكيتي، والتي كانت هنا في زيارة استمرت لمدة 3 أيام، التقت فيها بالمسؤولين وبرئيس الوزراء بالإضافة إلى عدد من الوزراء أيضا. وبشكل عام فنحن نستطيع أن نصف علاقاتنا بأنها قوية ومستقرة. أما في المجال الاقتصادي فهو أيضا جيد جدا. فيما يخص التجارة فنحن لدينا اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، ودول الميركسور هي منظمة إقليمية تضم الأرجنتين وباراغواي والأوروغواي والأرجنتين، وهي اتفاقية بدأ تنفيذها من العام الماضي، وهي ربما حتى الآن تأثيرها محدود بالإضافة إلى عدد من التحديات التي علينا اجتيازها لمعرفة كيف يمكن أن نستفيد من الميركسور بأفضل شكل.